الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وزير المالية الفرنسي يؤكد لإكسر نيوز تضرر سلاسل الإمدادات حتى العام المقبل بسبب الأزمة الأوكرانية. كييف تؤكد انسحاب روسيا من الشمال، وموسكو تعلن قصف أكبر مصفاة لتكرير النفط في أوكرانيا. الثالثة عصراً الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم، بداية هذه النشرة مع الزميلة العزيزة ليلاس كافوزي. أهلاً ليلاس. شكراً لك محمود، وأهلاً بكم مشاهدينا الكرام. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أسماء تهانيه للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات. هذا ودعا الرئيس السيسي عبر صفحته على فيسبوك المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر. كما تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وأعرب الرئيس في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية بحلول الشهر الفضيل، داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات. كما أكد الرئيس أن حلول شهر الصيام والقيام الذي اصطفاه الله لنزول القرآن الكريم هنا للناس هو مناسبة مباركة للتمسك بالقيم النبيلة التي جاء بها، والتي تحثنا على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي من أجل عالم أفضل ومستقبل مشرف لشعوب الأمة الإسلامية ولشعوب العالم. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الشهر الكريم يأتي بنفحاته العطرة كل عام لنستلهم فيها أعظم المعاني السامية والقيم النبيلة التي تجدد القلوب والأبدان، داعية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطى أبنائها. اختتم رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر زيارة رسمية لجمهورية قبرص، بحث خلالها استمرار التنسيق بين البلدين وتبادل الخبرات في المجال العسكري. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وقبرص. والتقى الفريق أسامة عسكر خلال الزيارة بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصي وقائد الحرس الوطني القبرصي، حيث نقل له تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. فيما أشاد الرئيس القبرصي بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري القبرصي في ضوء عمق الروابط التي تجمع بين البلدين. والتقى الفريق أسامة عسكر بالسيد خارلامبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي، حيث أكد على ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وقبرص لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. ومن جانبه أشار وزير الدفاع القبرصي على أهمية التنسيق والعمل المشترك
لمواجهة التحديات بما يحقق الاستقرار في المنطقة. كما التقى خلال الزيارة بقائد الحرس الوطني القبرصي وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون لا سيما في المجال العسكري بين مصر وقبرص. كما شهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والقبرصي تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعقبها زيارة الفريق أسامة عسكر للنصب التذكاري حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. تلاها زيارة لقيادة القوات البحرية القبرصية تضمنت جولة تفقدية لإحدى الوحدات البحرية القبرصية، كذلك زيارة مركز البحث والإنقاذ القبرصي، بالإضافة إلى زيارة قيادة القوات الخاصة القبرصية التي تخللها عرض تقديمي عن القوات الخاصة القبرصية وتنفيذ بيان عملي بواسطة عناصر القوات الخاصة القبرصية أعقبه المرور على معرض الأسلحة. وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة بالمستوى الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها القوات المسلحة القبرصية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها. حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال شهر في مجالات التموين والكهرباء، المصنفات، المرور، الضرائب، الأموال العامة، وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 40,626 قضية تموينية متنوعة، من بينها 635 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 10,338 اسطوانة، وضبط 73 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,045,349 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 210 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت قرابة 85 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 52 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 104 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية ومواد البناء تم ضبط 265 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 4000 طن سلع غذائية متنوعة و92,985 عبوة زيت طعام و338 طن أسمنت وقرابة 5,500 طن حديد تسليح. كما تم ضبط 1,683 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 7,000 طن سلع غذائية متنوعة و41,119 عبوة زيت طعام وقرابة 451 طن أسمنت و491 طن حديد تسليح. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 741,292 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 16,849 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 940 سائقا منهم. كما تم المرور على 511 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,142 من سائقي حافلة المدارس، تبين إيجابية خمس حالات. كما تم فحص 3,629 مركبة مدارس، تبين مخالفة 65 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 2,214 سيارة و279 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 64,582 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة.
وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 327,601 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 272 مليون جنيه. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1042 قضية، من بينها 677 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 196,795 وحدة فنية، و365 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 73,209 نسخ من كتب متداولة بتصريح منتهي ومطبوعات تعليمية وأدبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 326 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت قرابة 1.5 مليار جنيه، وضبط عدد 277 قضية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمبالغ مالية مضبوطة بلغت قيمتها قرابة 79 مليون جنيه مصري وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل قرابة 32 مليون جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 7,576 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة أكثر من 23 مليون جنيه. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 83 قضية تموينية بمضبوطات بقرابة 96 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط 33 طنا ونصف من السلع الغذائية المختلفة. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط أكثر من 11 طناً و 35,500 قطعة مستلزمات طبية. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء، تم ضبط 37 طناً من الحديد و 13 طناً من الأسمنت. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أهمية المتابعة المستمرة للمحافظين والقيادة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوفر السلع وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام الشهر الكريم. وخلال اتصالات هاتفية مع عدد من المحافظين، أشار شعراوي إلى أهمية المرور الميداني على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر التي تمت إقامتها لبيع السلع الغذائية والتوسع في معارض أهلا رمضان في المدن والمراكز. هذا ووجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتقديم كل الدعم والتيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في إقامة موائد الرحمن للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا. هذا وتشهد المجمعات الاستهلاكية إقبالا من قبل المواطنين للحصول على السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة. المزيد في تقرير الزميل إبراهيم عزت. داخل هذا المجمع الاستهلاكي كحال المجمعات على مستوى الجمهورية، تتوفر السلع والمواد الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق الخارجية، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم. الدولة عن طريق وزارة التموين وشركة القبضة بتقوم بمجهود كبير جدا بتوفير السلع الأساسية والسلع الرمضانية في جميع المناسبات في المجمعات الاستهلاكية، سواء من بقالة أو لحوم أو خضار وفاكهة، في كل الأصناف متوفر بكميات كبيرة جدا بأسعار تقل عن السوق مش أقل
من 20-25% مع استمرارية الأصناف، مع وفرتها بكميات كبيرة جدا، مع أن أنت في أي وقت تخش مجمع استهلاك تلاقي حاجتك كلها زي ما أنت عايز. إقبال ملحوظ من المواطنين على هذه المجمعات التي توفر كافة منتجات السلع الغذائية، إلى جانب توفير منتجات اللحوم والدواجن مع ضخ كميات كبيرة لتوفير الاحتياجات في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر. كل فترة واجي هنا وباجي باخد حاجات، يعني كل فترة باجي اخد حاجات، بس يعني ارحم من بره، ارحم من بياعين بره، بياعين بره بيعلوا الحاجة قوي، بس هنا ارحم من بره بكتير. الأسعار كويسة ومعقولة يعني بالنسبة للجلة اللي احنا فيه. طبعا كل ما بحتاج حاجه باجي هنا، وكل حاجه بصراحه متوفره واسعارها منخفضه عن بره. وتوفر الدوله السلع الاستراتيجيه للمواطنين باسعار مخفضه ضمن منظومه الدعم، فضلا عن توافر المجمعات الاستهلاكيه التي توفر السلع باسعار مخفضه بنسبه تصل الى 30% وبجوده عاليه. بحث وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ مع جيفري ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة ومركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا الأمريكية. بحث قضايا عمل المناخ الدولي والتنمية المستدامة. يأتي اللقاء في ضوء حرص الرئاسة المصرية القادمة للمؤتمر على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بتغير المناخ. أكد وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لوماي أن مصر دولة رئيسية ومحورية في قارة إفريقيا وتمثل منصة اقتصادية مهمة، وأشار في لقاء خاص مع إكسترا نيوز إلى أن الصداقة القائمة بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون تسهل الكثير من الأعمال بين مصر وفرنسا. أعتقد أن العلاقات الصداقة ما بين السيد الرئيس ماكرون والسيد الرئيس السيسي تسهل الكثير من الأعمال، وأؤكد أيضا أن الصداقة ما بين الشعب المصري والشعب الفرنسي تسهل الكثير، لأن كما تعلمون أن الشعب والحكومة الفرنسية تعشق مصر، وأيضا هذا شعور متبادل مع الشعب المصري. أؤكد لكم أننا نقدم حزم جذابة جدا اقتصادية لمصر وعقود رائعة تحدث بيننا، نحن نتشارك نفس الرغبة ونفس الإرادة في التنمية الاقتصادية المتوازنة والتي تحترم البيئة، ونحن جميعا نعي أن مصلحتنا أن التنمية الاقتصادية في مصر تنمو وتتسارع، لأن كي يستطيع الشعب المصري إيجاد الرخاء وفرص العمل، كي يستطيع كل المصريين الاستفادة من هذا التعاون الاقتصادي، لأن هذه الشراكة الاستراتيجية تسهل الكثير من الأمور الفنية. مصر هي دولة رئيسية ومحورية في أفريقيا، مصر منصة اقتصادية رئيسية ومهمة جدا، وتسهل الكثير من التبادل، وأيضا إنها مهمة أيضا للتنمية الاقتصادية في مصر. كما أضاف وزير المالية الفرنسي لإكسترا نيوز أن بلاده تلعب دورا رائدا لإنهاء الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، لافتا إلى أن سلاسل الإمدادات ستعاني حتى العام القادم جراء تلك الأزمة. السيد الرئيس ماكرون بالفعل يلعب دور الرائد في أوروبا لكي يستطيع أن يصل إلى إيقاف إطلاق النار أو تبادل النيران على الساحة الأوكرانية ما بين روسيا وأوكرانيا، وهذا يهتم به الجميع. وأقول لكم أن النتائج خطيرة وسوف تنعكس على الإمدادات الغذائية. روسيا وأوكرانيا هم دولتان كبيرتان منتجتان للمواد الغذائية، وهذا يؤمن الكثير من احتياجات الدول التي في مرحلة التطور والنمو، ونحن نعمل على ذلك مع شركائنا الأوروبيين، وتناقشنا ذلك في قمة السبعة الكبار. نحن نعمل على ذلك في الشهور القادمة. كما نقول أيضا في هناك أزمة، يوجد القليل من الإمدادات بالبترول والغاز، وفي يوجد الكثير من المشاكل من المواد الأولية. أؤكد لكم أيضا أننا نستطيع أن نعالج مشكلة الإمدادات بالمواد الأولية، ونحاول أن نعود إلى أسعار معقولة، لأن دائما في خلال الأزمات تزداد الأسعار، لأن سلاسل الإمداد تعاني
من هنا حتى 2023 سوف تعاني بسبب هذا الحرب. قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم. جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، لكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة. وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض. وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تنتج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات. أكد ميخاليو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية تنسحب بسرعة من مناطق في محيط العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا. وقال بودولياك أن الانسحاب السريع للروس من مناطق كييف وتشيرنيهيف يظهر أن روسيا تعطي الأولوية لتكتيك مختلف هو الانسحاب إلى الشرق والجنوب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مطارات عسكرية أوكرانية بمدينتي بولتافا ودنيبرو بتروفسك بصواريخ عالية الدقة. وأشارت الوزارة إلى تدمير 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل وإسقاط مروحيتين و24 طائرة مسيرة. قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت بواسطة أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى دمرت منشآت تخزين البنزين ووقود الديزل في مصفات كريمنشوك أكبر مؤسسة لتصنيع المنتجات النفطية في أوكرانيا. وأضاف أن القوات الروسية استهدفت أيضا مطارات عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، كما تم إسقاط مروحيتين أوكرانيتين إضافة إلى تدمير 24 مسيرة أوكرانية في الجو. في المقابل قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك إن قواته لا تزال تسيطر على المجال الجوي للبلاد. وأشار أوليشوك إلى أن القوات الروسية حاولت القضاء على القوة الجوية الأوكرانية إلا أنها لم تنجح، ولافتا إلى أنها تشن هجمات قليلة بالطائرات لكنها تركز على قصف الأهداف بصواريخ من مسافات بعيدة. وطلب أوليشوك الدولة الحليفة لبلاده بتزويد كييف بأحدث الأسلحة من بينها مقاتلات وأنظمة صواريخ طويلة المدى مضادة للطائرات. أعلن الجيش الأوكراني عن إحباط هجوم صاروخي روسي استهدف البنية التحتية الحيوية في ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود. وعلى صعيد آخر قالت الرئاسة الأوكرانية إن كييف وموسكو تبادلتا الأسرى في صفقة تم بموجبها الإفراج عن 86 من أفراد الجيش الأوكراني. قالت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها في مواجهة القوات الروسية المنسحبة من محيط العاصمة كييف، مشيرة إلى أنها استطاعت تأمين طريق رئيسي شرق مدينة خاركيف بعد قتال عنيف. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية انسحبت من مطار هوستومال الذي كان يعد هدفا للقوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية،
مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية سيطرت على عدة قرى. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس. وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه أن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ستبدأ قريبا، رافضا الكشف عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها ومن أي دول ستأتي. أعلنت السلطات الأوكرانية إجلاء أكثر من 3000 شخص من مدينة ماريوبول في حافلات وسيارات خاصة، فيما يستعد الصليب الأحمر لمحاولة تنفيذ عملية إجلاء جديدة. ولا تزال ماريوبول المدينة الساحلية المحاصرة تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية في ظل وضع إنساني متفاقم. وصل أكثر من 500 لاجئ من دونيتسك ولوهانسك معظمهم من ماريوبول بالقطار إلى مدينة كازان الروسية. هذا وكان عشرات الآلاف تمكنوا من الخروج من المدينة في الأسابيع القليلة الماضية عن طريق الممرات الإنسانية. قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إنه من المقرر افتتاح 7 ممرات إنسانية لإجلاء الأشخاص من المناطق المحاصرة في أوكرانيا، وأضافت أن الممرات المخطط لها تشمل ممرا للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم بوسائل النقل الخاصة من مدينة ماريوبول وبواسطة حافلات لخارج مدينة بيرديانسك. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لأوكرانيا، وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني شدد ماكرون على ضرورة التواصل مع الرئيس الروسي لإيجاد مخرج إنساني للمدنيين. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن نائبه للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث سيزور موسكو غدا الأحد لمحاولة تأمين وقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا. وقال غوتيريش إن جريفيث سيزور موسكو يوم الأحد ويتوجه بعدها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. ورفضت روسيا في وقت سابق أي زيارة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة يكون موضوعها الرئيسي أوكرانيا. أعلن باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن أي إجراء إضافي لن يؤثر على قطاع الطاقة. كما أضاف جنتيلوني أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سيواجه تباطؤا في النمو بسبب النزاع في أوكرانيا، لكنه لن يواجه ركودا. كررت الصين اعتراضها على العقوبات ضد روسيا، حيث قالت إنه لا ينبغي أن تتأثر تجارتها الطبيعية مع الدول الأخرى بالحرب التي لم تبدأها، مشيرة إلى أن العمل العسكري كان قرارا مستقلا اتخذته روسيا، وأن الصين لا يمكنها أن تطلب من روسيا إيقافه. أعلنت بلغاريا طرد السكرتير الأول للسفارة الروسية للاشتباه بتورطه في قضية تجسس، وذلك بعد أسبوعين على طردها 10 دبلوماسيين آخرين. هذا وأوضحت وزارة الخارجية البلغارية أن الادعاء العام قرر فتح تحقيق بحق المسؤول الروسي، وذلك بسبب تورطه في أنشطة استخبارية غير منظمة وهي على الأرجح لصالح موسكو.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على طرد السلطات البلغارية للدبلوماسي الروسي. رحبت مصر بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والمتضمن الإعلان عن هدنة لمدة شهرين. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أعربت مصر عن تطلعها إلى أن تسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية ودعم مبادرات الحل السياسي بما في ذلك المشاورات الحالية التي تستضيفها الرياض، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمني وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء. رحبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن ببدء هدنة رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف بالإعلان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس جروندنبرغ وإعلان الحكومة اليمنية بدء هدنة لمدة شهرين ووقف أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية اليمنية. وقال الحجرف إن صدور هذا الإعلان يأتي تأكيدا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي بالأزمة اليمنية، مثمنا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في إعلان الهدنة والتي تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل. رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإعلان عن هدنة لمدة شهرين في اليمن، وقال بايدن أن هذه المبادرة هي مهلة طال انتظارها للشعب اليمني، مضيفا أنه بعد 7 سنوات من الصراع يجب على المفاوضين القيام بالعمل الجاد والضروري للتوصل إلى تسوية سياسية يمكن أن تحقق مستقبل سلام دائم لجميع الشعب اليمني، مؤكدا أن بلاده ستعمل على ردع التهديدات لشركائها بينما تواصل السعي من أجل وقف التصعيد وأحلال السلام في جميع أنحاء المنطقة.
فشلت إثيوبيا في منع الأمم المتحدة من إقرار تمويل مخصص لإجراء تحقيق دولي يتعلق بمزاعم حول حصول انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف الصراع الدائر بين أديس أبابا ومتمردي تيجراي. وقال ستيفان دوجاراك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنه من حيث المبدأ يجب تمويل لجنة التحقيق التي وافقت عليها الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان. وأنشئت لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا يفترض أن تكون بقيادة فاتو يانسودا المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية. ويجب على هذه اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها كل معسكر في الحرب. ذكرت وسائل أعلام أمريكية أن الناطقة باسم البيت الأبيض جان ساكي تستعد لمغادرة منصبها لتنضم إلى محطة MSNBC التلفزيونية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ساكي تستعد لتوقيع عقدا على سنوات عدة بقيمة ملايين الدولارات لتكون معلقة على MSNBC ولتقدم برامج على خدمة المحطة بالبث التدفقي. سجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا. وأوضح المعهد أن معدل حالات الإصابة بالعدوى لكل 100,000 شخص على مدار 7 أيام بلغ 1531 حالة، وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 1758 حالة. دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى استجابات واسعة لأزمة الهجرة في كلمة ألقاها في مستهل زيارة إلى مالطا تستمر يومين. وقال البابا أمام شخصيات مالطية إنه لا يمكن لبعض الدول أن تتحمل كل مشاكل اللاجئين وحدها وسط لا مبالاة من دول أخرى. والآن مع أخبار الاقتصاد. صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من العام الميلادي 2022 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة. وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن الملاحة لم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث بلغ عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير إلى مارس خلال العام الجاري 5303 سفن.
ترأس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير اجتماع مجلس وزراء الأرز الأفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالقاهرة في دورته الحالية 32. وخلال الاجتماع طلب وزير الزراعة بزيادة الأبحاث التي تتعلق بابتكارات الأرز الذكية مناخيا، مشيرا إلى أنه خلال فترة رئاسة مصر قام مركز الأرز الأفريقي بتقديم عدد من الابتكارات وثيقة الصلة بالأرز تم نشرها في أكثر من 340 بحثا في المجالات العلمية والدولية، والتي أدت كذلك إلى زيادة الإنتاجية، ما كان لها الأثر الإيجابي على مزارعي الأرز في القارة الأفريقية. دفع النزاع في أوكرانيا التضخم إلى مستويات قياسية خلال مارس في القارة الأوروبية مع ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، وبلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا بواقع 7.5% خلال سنة بعد أن ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية. وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون اتفاقية التجارة مع الهند بأنها تمثل أحد أكبر الأبواب الاقتصادية التي سيتم فتحها في العالم في الوقت الراهن. وقالت الحكومة الأسترالية أن كانبرا ونيودلهي ستواصلان العمل نحو التوصل لاتفاق تجارة حرة كامل. بلغت إيرادات النفط العراقي في مارس أعلى مستوى لها منذ عام 1972، مسجلة أكثر من 11 مليار دولار، حيث سجلت أسعار الخام ارتفاعا كبيرا نتيجة النزاع في أوكرانيا. وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية أن إجمالية صادرات البلاد في مارس بلغ 100,563,000 برميل. والآن مشاهدينا الكرام وقفة مع آخر أخبار الرياضة. أسفرت قرعة كأس العالم 2022 عن مواجهة قوية في دور المجموعات أبرزها بين إسبانيا وألمانيا، وسيكون أمام منتخب فرنسا حامل اللقب مهمة صعبة بعد وقوعه في المجموعة الرابعة مع منتخب الدنمارك. أما منتخب البرازيل أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة بخمسة ألقاب، جاء في مجموعة ضمت سويسرا التي تصدرت مجموعتها في التصفيات وذلك على حساب إيطاليا. يستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء غد الأحد في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سان داونز المتصدر برصيد 13 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل لاقتناص بطاقة العبور الأخيرة من دور المجموعات إلى ربع نهائي المسابقة القارية. تأهلت ميار شريف الملقبة بفتاة مصر الذهبية إلى نصف نهائي بطولة ماربيلا الإسبانية للسيدات للتنس. جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية المصنفة رقم 73 عالميا والثالثة على مستوى البطولة على السلوفاكية أنا كارولينا المصنفة رقم 92 عالميا والثامنة على مستوى البطولة، وذلك بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2 للمجموعتين بالدور ربع النهائي. والآن مع وقفة أخبار الطقس. يا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور منار أهلا ومرحبا بك وكل عام وأنت بخير. يعني دعينا نسأل في البداية عن هذه الموجة، هل هي موجة مؤقتة ومستمرة لأي مدى؟ مساء الخير طبعا على حضرتك أستاذ محمود، وكل سنة وحضرتك بخير يا رب وجميع المشاهدين بخير. احنا بالفعل اليوم شهدنا ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، احنا على مدار الأسبوع الماضي كنا بنشهد ارتفاعات تدريجية، اليوم كان ذروة الارتفاعات. الطقس بالفعل خلال فترة النهار شديد الحرارة، وخلال ساعات الليل طبعا متوقع انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون بارد على كافة أنحاء الجمهورية، هيبقى في فرق كبير بين العظمى والصغرى بيوصل لأكثر من 15 درجة مئوية. يمكن غدا الأحد إن شاء الله هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم، يعني غدا متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 31 درجة مئوية، لكن الانخفاض ده هيكون مؤقت، معانا الحد والاثنين انخفاض مؤقت في درجات الحرارة لأنها تعاود مرة أخرى الارتفاع مع يوم الثلاثاء القادم، ويمكن كمان يكون مع يوم الأربع والخميس ذروة ارتفاعات مرة أخرى وتوصل العظمى على القاهرة الكبرى ل 37 درجة مئوية، يعني الأجواء لسه هتكون أجواء شديدة الحرارة. فالأجواء على مدار هذا الأسبوع هتظل أجواء حارة خلال فترة النهار، باردة خلال فترات الليل، لكن الكتل الهوائية نسب الرطوبة فيها منخفض، فالإحساس بدرجات الحرارة مش هيكون طبعا أو ارتفاعات درجات الحرارة مش هيكون زي فصل الصيف. فاحنا لو تجنبنا التعرض المباشر لأشعة الشمس إن شاء الله ده هيقينا من الإحساس بارتفاعات درجات الحرارة. لكن دكتور منار، هل هو الجو في فصل الربيع سيكون مرتفع الحرارة، ولكن يعني أم سيصبح فقط الأسبوع القادم وما بعده، أم أنه الشعور بهذا الطقس سيستمر في فصل الربيع أيضا؟ هو احنا على مدار هذا الاسبوع الشعور طبعا في ارتفاعات في درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه اللي احنا دايما متعودين عليها في شهر ابريل. يمكن احنا اصدرنا بيان ان شهر ابريل هيبقى فيه ارتفاعات في درجات الحراره مقارنه بالاعوام الماضيه اعلى من المعدلات، لكن ان شاء الله مع بدايه الاسبوع القادم هيكون في انخفاضات في درجات الحراره هتعود للمعدلات، وده طبيعي جدا في فصل الربيع. الربيع دايما معروف بالتقلبات الجويه خاصه في درجات الحراره، وخاصه مع تاثرنا بالكتل الهوائيه الجنوبيه منخفضه الرطوبه، لكن درجات الحراره فيها دايما بتبقى مرتفعه. طيب دكتور منار، يعني راينا في النهار كان هناك جزء من الشبوره، لا نعلم اذا كانت شبوره بالفعل ام انها اتربه، لان احنا يعني قرأنا أيضا في التوقعات أن هناك نشاط للرياح مثير للأتربة في بعض الأحيان. هو بالفعل خلال فترة النهار كان في أتربة عالقة، مش نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، هي أتربة عالقة كان في فترات الصباح الباكر، كانت شبورة مائية وبعد كده كانت أتربة عالقة على مدار اليوم النهاردة، لكن متوقع من غدا إن شاء الله يكون في نشاط للرياح مش هيؤدي لتكون اي اتربه عالقه او حتى مثير للرمال والاتربه. هو نشاط الرياح ده هيبقى بعد فتره الظهيره، هيزود احساسنا بالاجواء الربيعيه وهيخلي فيه انخفاضات في درجات الحراره، لكن غير مثير تماما للرمال والاتربه، وده اللي هيكمل معانا على مدار هذا الاسبوع مع الحد والاثنين، نشاط للرياح غير مثير للرمال والاتربه فقط يزود احساسنا بالاجواء الربيعيه، وهترجع تاني الاتربه العالقه مع يوم الاربعاء والخميس ان شاء الله. الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة الطوارئ البرتقالية، حيث تشهد البلاد والدول الأوروبية موجة من تساقط الثلوج والصقيع والأمطار في بعض المناطق الشمالية بالبلاد. كما تقوم السلطات بإزالة الثلوج من الطرق حتى لا تتأثر حركة السفر بين المدن الفرنسية. يصاحب هذه الموجة التي تضرب فرنسا ودولا أوروبية أخرى انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، وصلت إلى الصفر في بعض الأماكن. ختام هذه النشرة، وقبل الختام نذكركم بأهم ما جاء بها. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وزير المالية الفرنسي يؤكد لأكسترا نيوز تضرر سلاسل الإمدادات حتى العام القادم بسبب الأزمة الأوكرانية. كييف تؤكد انسحاب روسيا من الشمال، وموسكو تعلن قصف أكبر مصفاه لتكرير النفط في أوكرانيا. ختاما للمزيد من الأخبار، يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv والبث المباشر على اليوتيوب Extra News Live Stream. كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال كيو ار كود الظاهر على الشاشه. شكرا لكم على حسن المتابعه، كنا معكم انا ليلاس كفوزي ومحمود السعيد.